واحنا كمشروع ابتدينا نهتم بان اصحاب الاعمال يبتدوا يهتموا ويعلموا الاطفال اللي عندهم والعاملين اللي عندهم باستخدام وسائل الامان والسلامة المهنية، وان هم يبعدوا عن المخاطر. احنا عايزين ايه الخشبة دي هنقطعوها، بس تبقى مقطوعة عدلة بزاوية. بداية لما تشتغل منشار ما بتشتغلش من منشار اقل من 10 سنين، من 10 ل 12 تبدأ انك انت تمسك المنشار. لازم تبقى وقفتك معدولة، رجل الشمال قدام ورجل اليمين ورا. ببدأ امسك المنشار بنفس الوضع دي، تمام. بحدد ان انا المسافة اللي انا عاوز اقطعها، اروح بادئ علام خفيف وبعد ايدي بعد ايدي وابدا ايه كده انشر في وضع. شوف فين دراعي ازاي، الوضع عليه عدل، ما بقاش مايل كده ما بقاش مايل كده. المعدات الكهربائية ما تقدرش تشتغل بالمعدة الكهربائية إلا بعد سن 16 سنة. أنا عايز أشغل الشنيور ده، بركب بتاع السماعات دي وأعمل وضع الخشبة، وضع الخشب ماشي، وبأمسك بيدي والمقبض وأثبت، وإيدي بعيد من أي كهرباء وبعيد من أي حاجة، وبدوس على إيه؟ العملية مش صعبة يعني، سهلة جدا. وبقى أنا كده إيه؟ يبقى انا خرمت اللي انا عاوزه، تمام. خلاص خلصت الشغل، يبقى انا بلم العده بتاعتي، بفصل اول حاجه الكهرباء واشيل السماعه من ودانك. لو انا عايز اثبت، عايز اثبت الخشبه دي مثلا في دي اهو ماشي، يبقى انا بجيب اظبط الخشب ده مع بعضه، واجي اجيب المسمار ثبت، دق المسمار، دقيت المسمار كده خلاص، يبقى انا كده خلاص ثبتت الخشب اللي انا عاوزه، تمام. عرفت وضع الدقه، تقدر تدق لي المسمار ده زي ما انا دقيت، دق لي المسمار كده بعد كده. بص معايا الخشبة دي السطح بتاعها مش عدل، فأنا عايز أسويه بإيه؟ بالفار. فأنا بجيب الفارة دي، ودي الفارة دي اسمها إيه؟ اسمها فار. فأنا باجي إيه؟ أحط رجلي الشمال قدام ورجلي اليمين ورا، وأمسك مقبض الفارة الخلفي، أمسكه بإيدي اليمين وإيدي الشمال على المقبض الأمامي، وأحط الفارة على سطح الخشب، وأبدأ اخذ وضعي واروح ساحب عدل، مبقاش ايدي مايله يمين ولا ايدي مايله شمال. وابدأ ايه في الحاله دي، انا ببقى لابس الواقيه لنفسي، ببقى لابس النظاره، واخد بالك، على اساس ان فيش انشاره تيجي في العين تيجي في اي حاجه. باجي ايه واروح ساحب سطح الفرع عدل ماشي. دلوقتي معايا عقب ظرف الدولاب وعايز اركب عقب، فبجي بعلم مكان العقب اللي انا عاوز اعلمه، واخد بالك. خلاص انا اعلم العقب ماشي، وريني القلم، انا بعلم العقب، ادي انا علمت مكان عقب الظرف. واجيب في حاجه اسمها ايه لينيا، دي اسمها لينيا، لينيا اللينيا دي استخدامها في ايه؟ في دق العقب. العقب ده بيتكون من جزئين، جزء النتاية بيبقى ثابت في القاعدة بتاعت الدولاب، وجزء الذكر بيبقى ثابت في الضرفة. ليه بيبقى أنا على أساس إن أنا بعمل قاعدة ثابت في الضرفة ذكر ونتاية، على أساس يسهل تركيب فك وتركيب الضرفة، واخد بالك. فأجي أنا مثلا عايز أثبت القاعدة دي اللي تحت اللي هي إحنا بنقول عليها النتاية، فأنا بجيب علام مكان اللي انا هثبت فيه، واعلم واجيب اللينيا، اللينيا دي، وانا اروح ايه مكان ما انا علمت واجيب اللينيا، اللينيا دي بعرض نفس العقب، نفس المقاس، نفس المقاس. فانا بجيب ايه واحفر القيمه اللي انا بحفرها، قيمه العقب اللي احنا بنقول عليها دي ايه نتايه. بجيب النتايه دي اجيبها احطها مكان الحفر اللي انا حفرته،
واخد بالك، واثبتها بمسمارين. ادي مسمار البرمه دي، بجيب انا دق المسمار واثبت القاعده الحديد. تمام، ثبتت انا في القاعده، بجيب الضرفه بتاعه الدولاب واروح مثبت فيها الحاجه اللي اسمها الدكر. ده بيثبت برضه، بيتحفر له نفس الوضع في الضرفه بنفس الحفر وبنفس المقاس بتاع اللي الدكر. واجي ايه اثبت، اجي انا اثبت، اجي اركب، عايز اركب الضرفه، بروح ايه مركب الدكر دي مكانه كده، وبجيب الضرفه في الحفر اللي انا حفره بتاع الضرفه، واروح زق الضرفه، واخد بالك، تركب مكانها. يبقى كده انا عملت الضرفه ايه زي مفصله، بتلف في منتهى السهوله اهو.